بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بسمة أمل. بسمة أمل بنحاول كل يوم فيها إن احنا نرسم بيها على وشوشكم بسمة نحل بيها كل المشاكل النفسية والتربوية والأسرية. النهاردة في البداية كده، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد، وعلشان كده حابب إن أنا أبدأ بداية مميزة وبداية جديدة معاكم واحتفالية بسيطة كده بالعام الهجري الجديد. جايب لكم النهارده مستضيف معانا النهارده في البرنامج 10 قراء مرة واحدة هيقرأوا معانا قرآن كريم، وإن شاء الله هتعجبكم جدا 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 بإذن الله. ولا إيه رأيك أستاذة نبيه؟ طبعا، لأن الموهبة ربنا وضع في كل واحد فينا موهبة، في مننا اللي بينميها ويطورها وفي مننا ما عندهوش قدرة على التغيير، لكن ما شاء الله النهاردة معانا نموذج مشرف جدا للشباب، قدر انه ينمي من موهبته وما شاء الله عنده قدرة على تقليد 10 من القراء. ممكن تقدم نفسك؟ مبدئيا انا مبسوط اني موجود مع حضرتك استاذ نيفين. اهلا وسهلا. مبسوط اني موجود مع حضرتك يا دكتور محمود. أهلا. انا محمد العجمي، أهلا. 22 وسهلا. سنه بدرس تجاره انجليش جامعه اسكندريه قسم بيزنس. انا إن شاء موهبتي الله. تقليد قراء القران الكريم، يعني قراء العالم، سواء قراء المصريين القدامى، سواء قراء الحرم النبوي، قراء الحرم المكي. بسم الله ما شاء الله. طيب، انت في البدايه كده انت بتقول لي انك انت تجاره انجليش، طب تمام. ايه الحاجه اللي او ايه الحاجه اللي شجعتك وخلتك انك انت تتجه اتجاه القران؟ والله الحب، يعني حب الشيء بيخليك تعمل اي حاجه. انا من صغري الحمد لله بفضل الله، رغم ان انا دراستي مش قران خالص، انا اصلا كنت دراسه عام وبعدين دخلت تجاره انجليش وما كانش لي اي علاقه بالقران، ولكن انا عصامي مع نفسي، كنت دايما بحفظ مع نفسي، بحفظ مع الشيخ بتاعي، بخش على اليوتيوب اتعلم احكام التجويد، بتعلم من الشيخ بتوعي كده يعني، فانا اجتهدت مع نفسي. ودي حاجه بسم الله ما شاء الله عليك، انك انت دي حاجه تحسب ليك، يعني انك انت مش ازهري وبرضه وصلت للمرحله ديت من قراءه القران. طب كويس. طب تقدر تبدا لنا كده باول قارئ؟ مثلا قلد لنا كده الشيخ فارس عباد، اتفضل. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله، صوتك جميل جدا جدا وتقريبا جبت نفس الصوت ربنا بالظبط. يخليك. ربنا طيب، يخليك. انت قلت لي انك بتجيب ناس تانية، تمام؟ طب تقدر دلوقتي تجيب لي مثلا الشيخ ماهر المعقلي؟ طبعا. طب اتفضل كده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله. طيب، إمام الحرم النبوي علي الحذيفي. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. لا، انت بجد يعني بتجيبهم بالظبط. الله يكرمك. بسم الله ما شاء الله عليك. نفس الصوت ونبرة الصوت بالظبط. ربنا يكرمك يا استاذ. طب حلو كده، كده احنا هنخلي ال3 قراءات دولت كده ايه، ياخدوا جنب ونستضيف القارئ الرابع اللي هو مثلا خلينا نجيب شيخ محمود خليل الحصري. حاضر.
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. بسم الله ما شاء الله عليك. الشيخ محمود علي البنا، الصوت الدافي. حاضر. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. لا ما شاء الله. أنا أحب بس في الأول كده إن أنا أعبر بإعجابي بصوتك وإنك ربنا يخليك متمكن جدا من حتة التقليد دي. ربنا يخليك. أنت كده تقريبا بتجيب الناس قديمة وكمان ناس جديدة. تمام. طب مثلا إيه رأيك إنك تجيب لي مثلا صوت الشيخ خالد الجليل؟ حاضر. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله ربنا. إمام الحرم المكي قديما علي جابر. الشيخ علي جابر ما شاء الله. حاضر. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ده كان الشيخ علي جابر. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي. أنت إزاي قويت نبرات صوتك كده؟ والله هي بتبقى موهبة من عند ربنا مع الممارسة. الممارسة بالممارسة بس. هي طبعا لازم تبقى الموهبة الأول موجودة. تمام. الصوت. وبعدين طالما الموهبة موجودة إحنا بقى نبدأ نشتغل على نفسنا. موهبة بدون شغل زي قلتها. بالظبط كده فعلا. فاحنا الاول بيبقى لازم نطورها وننميها البذرة وبعدين نسقيها. ما فكرتش تروح لمنشد ينشد لانه بيتحكم في طبقات صوت؟ لا 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 لا. وتبقى زيه؟ لا لا لا. انا كل الشغل شغال مع نفسي. انا اتعلمت بس احكام التجويد وسمعت كتير جدا. يعني الناس برضو اللي عندها الموهبة وعايزة تنميها تسمع كتير جدا. واهم حاجة تتعلم الاحكام، واهم من ده كله ان هي تتعلم ده باخلاص لله. ده كله انت اتعلمته من خلال تعلم ذاتي من خلال يوتيوب والقراء والمشايخ بتوعي وكده. ايوه المشايخ. بتوجه مين من المشايخ اللي شجعك قوي؟ والله انا يعني شيخي من الكويت كنت بتواصل معه عن طريق الانترنت اونلاين، عن طريق الماسنجر، الشيخ محمد ما شاء الله، والشيخ عمر عندنا في رشيد، وكمان الشيخ الدكتور ايمن سويد بقى اللي هو من خلال اليوتيوب ده سوري جداً. بس كنت بتابعه على اليوتيوب يعني ما شاء الله اتعلمت منه كتير جدا. عظيمه. عايز يتعلم القراءات وطبعا قبلهم طبعا انا بشكر والدتي وبشكر والدي وبشكر كل اصحابي اللي دعموني يعني هم بصراحه انا كنت انا عن نفسي انا ببقى كسول ساعات. انا بتلاقي والدتي ووالدي واصحابي دايما بيزقوني بصراحه يعني. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انا ملاحظ انك انت عندك مقدره كبيره جدا انك انت تتلعب بطبقات الصوت بتاعتك. والله ده فضل من عند ربنا. الحمد لله. الحمد لله. طب ما خليني كده ما عديش الفرصه دي من ايدي قبل ما اسمع منك حاجه كده للشيخ المنشاوي. حاضر. طبعا الشيخ المنشاوي صاحب الصوت الحزين. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى.
قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بسم الله ما شاء الله عليك. انت كده تعتبر اشرف واحد اتوبيس كل رقم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. صاحب الصوت العذب سعد الغمدي. الشيخ سعد الغمدي حاضر. خد نفس شويه. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ربنا يكرمك. طيب بما انك بقى اسمك محمد العجمي سمعنا حاجه بقى لشيخ احمد العجمي وهل انا بعشقه والله بحب اسمع القران من الشيخ علي العجمي لانه صوته رخيم وقوي احمد العجمي وما شاء الله يعني بيصحصح اي حد. صوته جميل جدا. طيب. على فكره بقى بمناسبه القارئ احمد العجمي هو انا في بدايتي اصلا انا كان اسمي محمد العجمي. اول ما بديت يعني نقطه البدايه نقطه الانطلاق بتاعتي في التقليد كانت بسبب الشيخ احمد العجمي. لفتني الاسم فبالتالي سمعته. فلما سمعته من كتر ما بسمعه فبدات اقلده. فاكتشفت الموهبه فانا قلت طالما بقلد الشيخ احمد فاقلد غيره. ممكن اجيب فكانت نقطه الانطلاق. سمعنا حتى الشيخ العجمي. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. حافظ حاجة تاني من نفس الصوت. نعم الشيخ أحمد. حاضر. هو الشيخ أحمد ليه كذا نبرة يعني ممكن مثلا نغير النبرة في دي. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما شاء الله عليك. طب خلينا كده ما نختمش الفقرة دي قبل ما اسمع صوت محمد نفسه. صوت عايز اسمع صوتك انت من غير تقليد. طيب هو بمناسبة ان احنا ودي هتكون اخر حاجة للفقرة معانا. بمناسبة ان احنا في بداية السنة الهجرية فانا هقرأ ان شاء الله آيات اللي نزلت على النبي اثناء الهجرة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بجد سوداني مش عايزه تقف عن سماعك. الله يكرمك حقيقي ما شاء الله, ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. انا كنت قلت ان هم 10 قراء بس, لا انا هضيف كمان عليهم واحد كده بقيتهم ما شاء الله. انت موهبه مميزه جدا وممتعه ما شاء الله عليك. ربنا يعزك يا رب. شايف نفسك ايه بعد 5 سنين؟ والله شايف نفسي, انا نفسي بس ربنا يعني اخدم القران. انا نفسي اخدم القران بالظبط. وكمان يعني مهنه ايه؟ والله ما بين قارئ وما بين شغلي بقى في مجالي تبع بيزنس. هي طلعت كلمه قارئ. والله ما بين الاثنين يعني. فان شاء الله ربنا المستعان وربنا يكتب اللي في الخير ان شاء الله باذن الله. اتمنى لك يا رب ان شاء الله كده تحقق كل احلامك كل امنياتك. الله يعزك يا دكتور. الله يكرمك. شرفتنا. وفي كده الشرف ليا حضرتك. خلصنا الحمد لله الفقره بتاعتنا, ودي اعتبروها كده العاديه بتاعتكم بتاع السنه الهجريه الجديده. واستنونا ان شاء الله بعد الفاصل في بسمه امل ثانيه, وان شاء الله برده هتعجبكم. أعزائي المشاهدين, ورجعنا لكم بعد الفاصل في فقرة المبدعين, فقرة الإبداع والتميز. النهاردة معنا ضيفتنا بنت الصعيد الجدعة قوي, الدكتورة غادة أحمد, باحثة دكتوراه في مجال أصول التربية, كلية الدراسات العليا للتربية الخاصة, للتربية جامعة القاهرة, أخصائي رقابة ومتابعة بوزارة التضامن بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج, خريج أكاديمية ناصر العسكري, عضو مشروع ألف قائد أفريقي, أمينة المرأة بحزب مستقبل الوطن, عضو فعال في العمل العام والتطوعي في المجتمع ما شاء الله, صاحبة مبادرة هتسمعك بأمانة المرأة بحزب مستقبل الوطن, مؤسس مبادرة وعيك أهم للحث على المشاركة السياسية للمرأة في سوهاج. اهلا وسهلا بيك يا دكتوره غاده. اهلا وسهلا بيك, وانا سعيده. ايه الابداع ده كله ما شاء الله عليكي. الله يكرمك يا استاذه نبيل. منورانا. والدكتور محمود متشكره قوي على الدعوه الكريمه, وانا سعيده قوي قوي قوي, وعايزه ادي تحيه للاستاذ محمد القارئ ما شاء الله عليه, ربنا يكرمه ويحفظه يا رب. اللهم امين. اما بقى بالانجازات دي, فالبدايه كانت من بعد البكالوريوس بتاعي. انا ما وقفتش, ابتديت ان انا امارس العمل التطوعي من خلال مشاركتي في الاعمال التطوعيه. كمان ابتديت ان انا ادرس واكمل التعليم من خلال, يعني بالصدفه كده كنت شفت حاجه للدكتور ابراهيم الفقي عجبتني جدا, ودي اللي حفزتني وكانت نقطه الانطلاق بتاعتي في الدراسات العليا والماجستير وحاليا الدكتوراه. فالحمد لله ده فضل من عند الله, وكمان تشجيع اهلي, هم بصراحه كانوا الداعم الاساسي والرئيسي معايا. بسم الله ما شاء الله عليك. قولي لي بقى يا دكتوره, حكايه الانجازات دي كلها وانت بتنجزيها, حسيتي بايه وانت عماله ما شاء الله تاخدي شهاده ورا شهاده ماشيه كده على طول, خصوصا انك انت من الصعيد واتك على ايه يعني الصعيد؟ ايوه, هو فعلا الشهادات دي اللي انا حصلت عليها الحمد لله بفضل الله ما كانتش طبعا بسهوله ابدا ابدا, خاصه ان انا في مركز طهطا, يعني مركز من مراكز سوهاج, وده بعيد خالص عن مثلا وليكن جامعه اسيوط, لان انا بدات في جامعه اسيوط الدراسات العليا, وبعدين الماستر في كليه الدراسات العليا للتربيه في جامعه القاهره. طبعا كل ده كلفني من وقت ومجهود, ولكن كنت مستمتعه لاني انا كان عندي القدره او الايمان بنفسي اولا وبربنا ان كل مجتهد نصيب. فالحمد لله ربنا كرمني وتعينت من ضمن التعيينات 2014 حمله الماجستير, والحمد لله ان انا كل شهاده وكل دوره تدريبيه كنت بحصل عليها كنت بطبقها فعلا في شغلي, خاصة أكاديمية ناصر العسكري العليا لوزارة الدفاع. دي بصراحة أهلتني إن أنا أبقى كفء في شغلي وأعرف الصح. إحنا لينا والله صور هنا معاكي, لينا صور معاكي هنا في البرنامج, الصور بتاعت ما شاء الله الشهادات اللي أنت واخديها, يا ريت نعرضها. إزاي المحطات اللي في حياتك شكلت شخصية الدكتورة غادة؟
زي ما قلت لحضرتك ان بتأهل الواحد لان هو يكتسب خبرات، مهارات جديدة، حتى دايرة معارفك بالناس بتختلف، يعني بتتغير، بتتوسع دايرة المعارف وكده. تمام. حضرتك دلوقتي انت بتتكلمي معايا، يعني حسيت انك انت مريتي بمراحل كتيره جدا ومريتي بتطورات كتير قوي. طب قولي لي كده، ازاي الحاجات ديت قدرت ان هي تشكل شخصيه دكتوره غادة؟ في اتخاذ قراراتي، يعني في البدايه كان القرارات بتبقى صعبه ومش على دراسه، لكن دلوقتي بعد الدورات دي زي ما قلت لحضرتك، سواء أكاديمية نصر العسكري أو الألف قائد أفريقي، المشروع ده من ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن هو يأهل الشباب للقيادة. كانت في جامعة القاهرة كلية الدراسات الأفريقية العليا بمشاركة مع مؤسسة القادة للتنمية، فده كله اداني الدافع الاساسي ان انا اعرف ازاي ان انا اشتغل، ان انا ابقى عندي خبرات وامارس حياتي، خاصه مشروع الألف قائد أفريقي، لانه بيعرفنا كان 34 دوله افريقيه مشاركه معانا في المشروع ده. كان في ورش عمل بتاهلني للقياده، بتاهلني ازاي ان انا، يعني الهدف منها ايه؟ الهدف الرئيسي تأهيل الشباب للقيادة ومعرفته بالعلوم التطبيقية. ده طبعا أثر فيا تأثير جامد جدا، إن أنا كمان اتعرفت بكل زمايلي في دول أفريقيا إن شاء الله. كمان كانت في مقسمة لخمس مراحل، آخر مرحلة كانت من ضمنها محاكاة الاتحاد الأفريقي، عرفني يعني إيه الاتحاد الأفريقي. يعني الحمد لله فضل ربنا الواحد توسع مداركه وخبرته، يعني نقدر نقول من خلال المحطات، يعني نقدر نقول انه بيأهل كل العمل السياسي، سياسي او كل المجالات، اجتماعي واقتصادي، كل المجالات، لانه كان شامل كل العلوم التطبيقيه. ايه التحديات اللي انت قابلتيها على الرغم من بعد المسافه بين سوهاج والقاهره وكمان عادات وتقاليد الصعيد؟ هو فعلا طبعا عادات والتقاليد أثرت بشكل يمكن غير مباشر في البداية، ولكن هي الفكرة إن أنا لما بقى أو أي إنسان بيبقى متحفز لحاجة معينة بيبقى عايزها وبيتوكل على الله، أكيد بيوصل لأهداف كويسة وبيبقى لازم يحط هدف قدامه. الحمد لله ان ربنا اداني القدره ان انا اقدر ان انا احارب التحديات دي، او مش احاربها بالمعنى ده، ان انا اسايس الامور بالشكل اللي هو ايه يرضي الطرفين. والحمد لله، انا الحمد لله عندي اهلي الحمد لله كانوا بيوجهوني، فده حظ الحمد لله، يعني فحظي كان كويس ان هم كانوا بيدعموني وبيشجعوني، خاصه والدتي، وانا بالمناسبه بوجه لها التحيه وربنا يخليها لي يا رب، اللهم امين، ويحفظها ويديها طول العمر هي وبابا. ربنا يوفقك دكتوره. طيب تمام. انا عايز حضرتك دلوقتي تقولي لي ايه هي ضربه البدايه اللي خلتك تمشي في الطريق دوت، وكمان تقولي لي مين هو قدوتك في الحياه، اللي هو السؤال من اول ايه؟ ضربه البدايه، يعني اول خطوه انت خططتيها في اول خطوه زي ما قلت لحضرتك في الاول اللي هو تحفيزي، ان انا اتحفزت من خلال الفيديو اللي هو حضرته، كان الدكتور ابراهيم الفقي، ان هو الواحد المفروض يبقى ليه اهداف معينه في حياته، مش مجرد ان هو شخص عادي ياكل يشرب يمارس حياته طوعيه وفقط، لا، لازم يكون ليه هدف علشان يسعى ليه ويحققه. ده خلاني ان انا نقطة البداية ان انا اكمل دراسات عليا والماجستير بعد كده، بعد البكالوريوس، ما اكتفيش بالبكالوريوس، لان البكالوريوس ما كانش هيأهلني لسوق العمل لوحده، لا، لازم ان انا كنت لازم اخد دورات تدريبية واخد شهادات عليا احصل عليها. فدي كانت البداية. اما بقى بقدوتي، طبعا اكيد قدوتي العلامة رفع الطهطاوي، لأن هو بلديتي وداعم لتعليم المرأة طبعا في مصر، فربنا يرحمه. أثناء المبادرات اللي انت عملتيها، مبادرة وعيك أهم، أو أي مبادرة اللي انت عملتيها، في حالة معينة إنسانية قابلتك؟
هو بطبيعة العمل التطوعي وخاصة في سوهاج، أنا بتقابلني حالات كتير إلى حد ما محتاجة لمساعدات، خاصة المجال الصحي. فالحمد لله مع التيم بتاعي المشارك معايا، منها الأستاذة شربات، الأستاذة صابرين، الأستاذة هبة، كلهم معايا مساعدين بيساعدوا. بنشوف في الحالات دي خاصة مبادرة هنسمعك دي تحت رعاية السيدة الفاضلة عبلة الهواري عضو لقيتي البرلمان. إقبال من طبعا كنا بن توجيهها كنا بنفتح المقر كل سبت من كل أسبوع علشان خاطر نقابل السيدات ونشوف مشاكلهم. انا كنت بجمع المشكلات دي وبحاول ان انا مع المسؤولين ان انا احل المشكلات دي، سواء صحية او اقتصادية، عمل مشروعات وخلافه. في مبادرة اللي هي وعيك اهم دي، انا عملتها على اساس ان انا احفز سيدات للمشاركة جات السياسية. لك الفكرة دي ازاي؟ بطبيعة الحال في سوهاج ممكن نقول المشاركة ابتدت إلى حد ما تتحسن، مشاركة المرأة في صعيد مصر سياسيا. ده طبعا بفضل السيد رئيس الجمهورية إن هو أتاح للمرأة الفترة دي، خاصة إن هو سمح إن يبقى في سنة اسمها سنة عام المرأة. فطبعا ده حفز طبعا كثير من السيدات ان هم يشاركوا. انا حبيت ان انا في الاستفتاء على المواد الدستوريه المقترحه تفعيلها من يومها، واحنا بنحفز السيدات بعمل ندوات وخلافه. اما وعيك اهم كانت في الفتره انتخابات الشيوخ 2020 دي، برضو كنا بننزل نشوف الفريق بتاعي كان مشارك معانا ان احنا نشوف السيدات ونحاول نقنعها ان هي تشارك سياسيا وتروح تصوت في الانتخابات. حضرتك انت فضلتي انك انت تلقبي نفسك باسم بنت الصعيد، يا ترى اشمعنى الاسم ده؟ الصعيد انا بحب كمان خاصة طهطا، لاني زي ما قلت لك رفاعة طهطاوي من طهطا، وطبعا ده فخر ليا. فهو انا بنت مصر يعني عموما، بس بنت صعيد يعني بحس ان يعني ان انا طبعا اكيد من الصعيد. ف نموذج مشرف ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. بما انك نموذج برضو مشرف للمرأة المصرية اولا والمرأة السعودية ثانيا، عايزك كده تقولي لنا يعني شوية نصائح او نسميها كده روشتة لكل النساء المصريات. هو بشكل عام للشباب كله سواء رجل او فتاة، ان هم بعد ما يخلصوا الشهادة او من قبل كمان ما يخلصوا دراستهم بيبقوا حاطين، لازم يضعوا هدف قدامهم ان هم ينفذوه ويحققوه، وما ييأسوش من اي حاجة في الحياة او تحديات بتواجههم، سواء ما لقوش فرصة عمل او خلافه. لاني هما لما بيمارسوا حياتهم بالشكل الصحيح وتحديدا وضع هدف قدامهم، ده بيأهلهم ان شاء الله ان هما ينجحوا في حياتهم وما يحطوش كلمة فشل خالص نهائي. الفشل انا بعتقد ان هو ان انا وقفت عن عمل اي محاولة. لا لا، لكن هي محاولة. فكرة ان انا ما انجحش دي محاولة بستفيد منها بالخبرات، فبالتالي فيما بعد ان انا بشوفها قدامي وبحاول ان انا اتخطى الاخطاء دي فيما بعد. فعلا كل الاختراعات والابتكارات اللي حصلت في العالم الى الان هي اصلا كانت في البداية نبع من بالظبط الفشل، بالظبط. فشل مع فشل مع فشل لحد ما وصل لا للحاجة اللي تجارب هو عايز يوصل لها. تجارب ورا تجارب، الواحد بيوصل في الاخر للنجاح. وكمان احب اقول لهم ان هم ما يخلوش حد يأثر عليهم بالافكار السلبية، لان يعني في بعض من الزملاء او الاصحاب ممكن يقول لا انت هتاخد ايه منك، انت توصل تاخد شهادة ورا شهادة ورا شهادة، هتعملي بيها ايه؟ اركنيها. لا، ده تفكير سلبي جدا جدا. المفروض انك انت تبقى واثق انك اللي بتعمله ده صح، وهيوصلك لنتائج ما يعني مبنية على واقع، والنجاح ان شاء الله بيبقى حليفه. لاني بيقول ربنا بيقول لكل يعني كل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. طيب احلامي بايه غير ده؟
بحلم ان مصر طبعا اولا تكون احسن دولة في العالم، انا ده حلمي يعني، وان شاء الله هتبقى احسن دولة. القيادات اللي زيكم يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله, يا رب. يعني ده يدل على مدى وعي الشباب ان ما بقاش يعني معتمدين فقط على طبقة الشيوخ، طبقة الناس الكبار في السن في الخبرة، سواء خبرة سياسية او خبرة جماعية او اقتصادية، لكنهم بيناموا فعلا وبيبنوا طبقة قوية جدا من الشباب يقدروا يعتمدوا عليه في مجال القيادة خصوصا القيادة السياسية، اهم حاجة بالظبط، والمشاركة الاجتماعية وخلق جيل جديد من الشباب متفاعل، وما شاء الله كده باذن الله احنا معتمدين عليكم. احنا نتمنى ان شاء الله مصر تبقى احسن دولة باذن الله في العالم ان شاء الله. طيب تعالى كده نشوف الصور بتاع حضرتك كده على الشاشة. حكايه الصور دي قولي لنا كده حكايه الصور دي كده. دي ايام الاستفتاء على الدستور، المواد المقترح تعديلها. دي كانت مع السيدات، كنت بوجههم ان هم ازاي يعني يشاركوا ويدي ويبقوا ليهم دور. دي اكاديميه ناصر العسكري، استراتيجيه وامن قومي. تمام، اللي بعدها في صور تاني. تمام، دي مبادرة هنسمعك تحت رعاية الحزب مستقبل وطن. دي صورة برضو من آخر دورة صناع القرار في أكاديمية ناصر العسكري. تمام، في النهاية كده يا دكتور قولي لنا يعني إيه هي أهدافك إن شاء الله القادمة في المستقبل إن شاء الله؟ أهدافي طبعا على المستوى الشخصي إن أنا أناقش الدكتوراه بإذن الله قريب إن شاء الله، فاضل كده رتوش يا ربنا ييسر إن شاء الله، وناقش قريب باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله بالتوفيق يا دكتوره غاده، وشرفتينا ونورتينا. شكرا، متشكره قوي لحضرتك. وفي كده احنا خلاص خلصنا الحمد لله الفقره بتاعتنا بتاعت النهارده الثانيه والبسمه الثانيه بتاعت الحلقه بتاعت النهارده. استنونا ان شاء الله بعد الفاصل مع بسمه امل جديده، وهتفيدكم جدا جدا ان شاء الله، لاننا هنتكلم بيها عن حاجه بتمس كل اسره مصريه. هنتكلم فيها عن الاطفال، وكمان بالاخص تاثير التلفزيون على الأطفال. استنونا بعد الفاصل إن شاء الله. سلام. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، أهلا بيكم في الفقرة الثالثة والبسمة الثالثة اللي إن شاء الله هنحاول إن احنا النهاردة نرسمها على وشوشكم إن شاء الله. البسمة ديت هتكون هي عبارة عن تحذير بسيط هنحاول إن احنا نديه لكل الأهالي وكل الآباء والأمهات، علشان هو للأسف حاجة دلوقتي بقت حيوية وموجودة في كل الأماكن وفي كل البيوت حاليا دلوقتي، لأنها هتخص التلفزيون وهتخص تأثير التلفزيون على الأطفال وعلى دماغ الأطفال. تمام، معظم الناس اللي بيجوا لنا في العيادة دايما 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 بلاحظ أنا للأسف إن كل الأطفال اللي بيجوا أو معظمهم في سبب وعامل مشترك في المشكلة عندهم، ألا وهو التلفزيون. دايما الاب والام يجوا ابني مش عارف يتكلم، ابني وصل لسن سنتين ووصل لسن 3 سنين و4 سنين ومش عارف يتكلم، ما بيقدرش ان هو يقول الكلام مظبوط او ان هو ما بيقدرش يتواصل معايا. لما بنبدا ان احنا نعمل اختبارات وبنبدا ان احنا نعمل الاستبيان بتاعتنا، بنوصل في النهايه لسبب اساسي. دايما دايما بلاقي ان التلفزيون ومشاهده الاطفال للتلفزيون لفتره طويله من ضمن الاسباب الاساسيه للمشكلة ديت. وهنتكلم النهاردة في الفقرة بتاعتنا عن أضرار التلفزيون، وهل في سن معين للطفل لمشاهدة التلفزيون؟ طيب إيه الأضرار اللي بتأثر على النمو العقلي والاجتماعي للطفل؟ وكمان هنقول نصايح مهمة جدا إزاي نخلي مشاهدة التلفزيون أمنة بالنسبة للأطفال. الاول حاجه يا دكتور، طيب في البدايه كده اثار السلبيه لمشاهده التلفزيون على طول. تمام، في البدايه كده انا حابب انوه على حاجه بسيطه. لو ابنك او بنتك بيتفرجوا على قنوات الاطفال ممنوع. لو ابنك بيتفرج على قناه مثلا زي طيور الجنه، زي طيور بيبي او كراميش او سي ان ان بالعربيه، او اللي هي القنوات الثانيه زي مثلا زي سبيس تون اللي هي القنوات اللي هي بتاعه الكرتون، او القنوات الاغاني عامه، بلاش ان طفلك يتفرج على الحاجات دي، لان الحاجات دي بيكون لها تاثير مدمر جدا على صحه اطفالنا. بتلاقي ان الاب او الام بالذات، لان الام هي بتكون قاعده مع اطفالها لفتره طويله علشان تريح دماغها شويه من الاطفال،
بتبدأ إن هي تخلي أطفالها يقعدوا فترة طويلة جدا قدام التلفزيون، وهي بتقول إنها حجة إن طالما الأطفال قاعدين ساكتين فما فيش مشكلة عادي. لا، هنا بيكون في مشكلة كبيرة جدا جدا، واللي بيجي بعد كده بدل ما هي تريح نفسها الساعة ديت، بعد كده الساعة راحة ديت بتتحول لشهور من الألم والتعب، وكمان بتتحول في بعض الأحيان لسنين طويلة من التعب. عشان تستريح ساعة من الطفل بتاعها بتتعب معاه لمدة سنين طويلة. ازاي بقى يا دكتور، ازاي بتدمر بالطريقة دي انها بتدمر عقل الطفل واحنا ما نعرفش؟ هقولك، يعني مثلا في دراسة اتعملت على 1000 طفل من 1000 أسرة مختلفين، الأطفال ديت جابوا شوية أطفال وبدأوا ان هم يعرضوهم للتلفزيون، يتفرجوا على التلفزيون، ولقوا ان الأطفال اللي بتتفرج على التلفزيون لمدة ساعة واحدة بس بيتعلموا كلمات أقل 6 كلمات من الأطفال اللي بيقضوا نفس الساعة ديت مع تعلم أنشطة مختلفة أو في اللعب أو مثلا في القراءة. فتخيل إن الطفل بتاعنا وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون بيكون عايش بالظبط كأنه عايش في حتة تانية، في عالم تاني، عالم افتراضي مش موجود في الواقع اللي احنا عايشين فيه. ودوت اللي انا حابب ان انا اوريه لكم دلوقتي في الفيديو. ممكن تعرضوا لنا دلوقتي الفيديو على الشاشه لو سمحتوا، وعلشان اثبت لكم خطر التلفزيون دوت ممكن لو سمحتوا تعرضوا لنا الفيديو. لو زي ما انتم شايفين دلوقتي كده الطفل اللي قدامنا دلوقتي على الشاشه دوت قاعد بيتفرج على التلفزيون، دي طبعا امه سايباه يتفرج على التلفزيون، فبالتالي هم اصلا سايبينه يتفرج ولا بيحاسبوه ولا انت بتعمل ايه. لو انتم ملاحظين ان الطفل مركز جدا جدا في كل الحاجات اللي بتبقى موجوده قدامه، الام دلوقتي هتندهله فهو هيبص لها بصه بسيطه كده وهيرجع تاني يبص على التلفزيون. تمام، ركزوا كده معايا، شايفين الطفل منجذب ازاي في التلفزيون؟ وهو دايما الاطفال بتوعنا بيكونوا كده بالظبط، بيكونوا في حاله الانجذاب ديت، وده في حد ذاته خطر جدا جدا على عقول طفلنا. انتوا ملاحظين الطفل مركز ازاي؟ لو ملاحظين كمان السن الطفل قد ايه؟ يعني لازم يبقى في سن محدد لمشاهده التلفزيون، لكن الطفل في السن دوت اقل من سنه. وهذه اللي انا هتكلم فيها دلوقتي، ان الطفل بتاعنا السن المفروض ان طفلنا يتفرج فيه على التلفزيون هو ببساطة، خدوها كده مني كلمة، ودي حاجة مش بتاعتي أنا، دي حاجة مثبتة علميا وفقا للدليل الإحصائي النفسي الجديد، إن الطفل بتاعنا لو من سن يوم لحد سن سنتين ممنوع 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 إن هو يتفرج على تلفزيون أبدا، وكمان ممنوع إن هو يتفرج على أي حاجة فيها شاشة، يعني ولا تليفون ولا تابلت ولا لابتوب ولا الشاشه بتاعه التلفزيون. للاسف الامهات في السن ده الطفل بيبكي فبيحب ينجذب للحاجه اللي بيبقى فيها صوت وصوره، فبتدي له الموبايل يقعد يلعب فيها او يتلهي فيها، فهي هل في الثانيه او في الخمس دقائق اللي بتدي الموبايل للطفل علشان يتلهي بتاثر عليه؟ اكيد اكيد بتاثر، وبتاثر عليه بدرجه كبيره جدا جدا، لان الطفل هنا لو انتوا لاحظوا كده شوفوا طفلكم وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون بيبقى شكله عامل ازاي. التلفزيون للاسف بيكون جذاب جدا جدا جدا، وخصوصا الصور والاصوات اللي بتكون موجوده في الفيديو. لاحظوا كده اي قناه من قنوات الاطفال هتلاقي مفيش اي مشهد بيقعد اكتر من 3 ثواني بالظبط، وبعد كده بيبدا المشهد يتحول تاني لمشهد غيره، فبتلاقي دايما الطفل في حاله انجذاب مستمر للمشهد اللي هو موجود قدامه على التلفزيون، وبينعدم تماما الادراك بتاعه والاحساس بتاعه للناس اللي حواليه، يعني ولا بيهتم بالاب ولا بيهتم بالام ولا مهتم ان هو يتعلم لغه ولا يتعلم اي حاجه ابدا. فهنا ده بيأثر بدرجه كبيره جدا جدا على الاطفال، لدرجه ان هو بيأثر على ذكائهم وبيأثر على الانتباه بتاعهم، فبيصابوا بتشتت انتباه. تخيلوا كده ان بس علشان طفلك متعود ان هو قدام التلفزيون الانتباه بتاعه والتركيز بتاعه بيقل بنسبه 90%. يعني ابنك في سن قد ايه؟ ده حلو، في سن قد ايه؟ طفلنا زي ما احنا اتفقنا دلوقتي ان ما ينفعش الطفل بتاعنا ابدا ان هو يتفرج على التلفزيون من سن يوم لحد سن سنتين، ما ينفعش ابدا. لو اتفرج على التلفزيون وبقى اتعود على التلفزيون دوت اعرفي تماما ان الطفل بتاعك هيصاب بتشتت الانتباه، اعرفي تماما ان الطفل بتاعك هيصاب بالتبلد،
هيعرف تماما ان طفلك دوت هيصاب بحاجه من الاثنين، لا تاخر في الكلام والنطق، ودوت المشكله الاعظم اللي معظم الاباء والامهات بيعانوا منها حاليا. طب دلوقتي انا ليه سؤال يا دكتور، المراه الحامل اثناء القعده قدام التلفزيون او الموبايل او اللاب، انا سمعت انه ليه تاثير سلبي على النشاط العقلي الجنين، بحيث لما بيتولد بيبقى اكتف قوي وهو في العيط بيبقى متشنج جدا وممكن يتحرك من مكانه ويقع، هل ده ليه تاثير؟ حلو السؤال ده. نتيجه هنا بقى احنا نرجع لنقطه معينه، هل الطفل وهو في بطن والدته هل هو بيحس بالعالم اللي حوالينا وبالحاجات اللي هي بتدور حواليه ولا لا؟ فعلا الطفل تمام كل حاجه بتدور حواليه بيحس بيها، كل حاجه الام بتتفرج عليها بيحس بيها، كل المشاعر والاحاسيس اللي الام بتكون بتمر بيها الطفل برضه بيحس بيها. فانت لو الام نفسها بتتفرج على تلفزيون كتير ولمده طويله، الطفل بتاعها برضه هيكون عنده نفس الاحساس دوت. ف هيأثر ده على نشاط الدماغ؟ بيأثر على بيعمل زياده للكهرباء فعلا حقيقي؟ بس مش في معظم الاحيان. بس في احيان كتير جدا بيأثر جدا جدا على الاطفال. طيب في النهايه كده علشان الفقره بتاعتنا انتهت، اولادكم امانه في ايديكم. اولادنا نعمه من ربنا سبحانه وتعالى اداها لينا، يا ريت ان احنا نحافظ عليهم من كل الاشياء اللي ممكن تاثر عليهم نفسيا وصحيا. يا ريت ان احنا نحافظ عليهم بقدر الامكان. وبكده يكون خلاص خلصنا الفقرات بتاعتنا بتاعت النهارده، وخلصنا كمان البسمات بتاعتنا بتاعت النهارده. نشوف كل الحلقه الجايه باذن الله في بسمه امل جديده وضيوف جداد.